شاطئ عين دياب بمدينة الدار البيضاء كان اليوم على موعد مع فعاليات انطلاقة المرحلة الأولى لمنافسة جونيور برو موروكو مول لأولى محطات سلاسل تأهيل اليافعين جي كيو اس لراكبي الأمواج إناثا وذكورا أقل من 20 سنة في الفترة ما بين الرابع وإلى غاية الثامن من الشهر الجاري. نعم، نحن سعداء بعودة الأنشطة بعد تخطينا للمرحلة الصعبة لكوفيد-19 والتي أربكت العالم، والجميل جدا أننا هنا بالمغرب سنجري هذه المحطة للمرة الأولى، وحتما التنظيم سيكون رائع والأجواء ملائمة لإنجاح هذه المحطة، ناهيك عن الشراكة مع الفرع الأوروبي للرابطة العالمية لركوب الأمواج WSL Europe، وهو مصدر افتخار لمثل هذه المنافسات. هذه المسابقة تدخل في لا فيزيون ديال الفيدراسيون الفضائيه ديال الجامعه الملكيه ركوب الموج لتتوجد واحد النخبه مغربيه باش تحاول تاهل الالعاب الاولمبيه ديال 2024 اللي غتكون في فرنسا ان شاء الله، والصيف ديالها غادي يكون في تايتي، وحنا واثقين في الطاقات ديال الوليدات ديالنا، وحنا تنديروا جميع المجهودات اللي تنقدروا باش نطلعوا هذا النيفو ديال هذه الرياضه في المغرب. هذه التظاهرة الدولية ستشهد مشاركة أزيد من 100 متباري ومتبارية من مختلف بقاع العالم بسجل رياضي هام في اللعبة، إلى جانب ما يقارب 18 مشاركا مغربيا ومغربية، منهم من خاض غمار هذه السلاسل سابقا وآخرون سيدخلون هذه المغامرة الرياضية لأول مرة. أنا سعيدة جدا ومتحمسة لاستقبال المنافسة الأولى لليافعين هنا بمدينة الدار البيضاء ومسقط رأسي، وآمل أن تكون فرحتي كبيرة بحصد نتائج إيجابية والتأهل إلى المحطة الموالية. حاجة زوينة بزاف هي اللي داروها هنايا في المغرب، وكنتمناو يديروا المغاربة ريزلتا مزيانة في هذا الكومبيت، حيت عندنا النيفو و سا ديفلوب ديكو سي هيبر بيان. المشاركة اليوم جات زوينة بزاف، والدراري تبارك الله عندهم النيفو ولي كونديسيون شوية زوينين، وكنتمنى كاع الدراري المشاركين في هاد لي كومبيتيسيون الدراري المغاربة يديروا كاع اللي مجهوداتهم باش يطلعوا كانوا بوديوم. هذه السلاسل المؤهلة ستفضي بالمتأهلين إلى السلسلة الموالية لفيرول غاليسيا الإسبانية، هذه الأخيرة ستسفر عن الأربعة الأوائل في الترتيب الأوروبي لراكبي الأمواج، ذكرين وأنثيين سيحجزان تذاكرهما إلى نهائي المنافسة الكبرى للبطولة الدولية لليافعين WGC من أجل حسم لقب البطل العالمي لهذه الفئة إناثا وذكورا. Thank you.